سلام، اليوم غادي نتكلموا على السمنه عند الاطفال. السمنه عند الاطفال هي زياده ديال الوزن عند الطفل، زياده على الحد الطبيعي بالنسبه للعمر والطول ديالو، وهذه مساله مهمه نركزوا عليها، لان احيانا بعض الامهات كيبان لهم ان الطفل راه ضعيف في حين ان وزنه طبيعي، او لا راه زايد في الوزن وهي ما ردش البال ان راه الطفل تجاوز الحدود المسموح بها بالنسبه للسن ديالو وبالنسبه يعني الطول ديالو. وهذا الشيء ممكن نعرفه عن طريق لاكوب اللي هو المخطط ديال الوزن ديال تطور الوزن عند الاطفال، واللي تيكون في الدفتر الصحي ديال الام، وبنفسها يمكن تحقق من الوزن ديال الطفل ديالها واش طبيعي ولا غير طبيعي. للأسف هناك ارتفاع في هاد 10 سنوات الأخيرة ديال نسبة الزيارات ديال الأمهات والآباء للأطفال ديالهم، لأن الوزن ديالهم زائد، وهذا فعلا كيدق ناقوس الخطر بالنسبة للمجتمع ديالنا ولصحة الأطفال ديالنا، لأن الطفل الوزن ديالو زائد معناتها أن هذاك الطفل غادي يعاني من مضاعفات صحية لاحقا في الشباب ديالو، يعني مبكرا جدا، بحال أمراض السكري النوع الثاني، بحال يعني تشمع الكبد ومشاكل أخرى لا حصر لها، حتى فيما يخص النمو الطبيعي والسليم للجسدي وللنفسي، لأنهم غالبا ما كيتعرضوا للتنمر وفقدان الثقة في النفس. أكيد أن هذا المشكل ما كيخش فقط الأطفال الصغار، راه الرضيع أيضا يقدر يتصاب بالسمنة مباشرة في الوقت ديال مباشرة بعد الفطام، أو لا بعد 6 شهور، يعني ابتداء من تنويع النظام الغذائي، بحيث أن تنويع النظام الغذائي بأغذية أخرى من غير الحليب إلا ما كانش صحيح بكمية مضبوطة ونوعية الأكل مضبوطة، فهذا الشيء غادي يزيد الوزن ديالو. شفنا حالات يعني غريبة بل رضع اللي وزنهم زائد، وللأسف الأمهات ديالهم والأباء كيفرحانين بهذاك الوزن الزائد، على الرغم من أنه غير طبيعي، حتى كيديو يعني للطبيب عاد كيعرفوا أن المسألة ماشي طبيعية. بالنسبة لمحاربة السمنة عند الرضع والأطفال، كتبدأ في وقت مبكر جداً، يعني يمكن لينا هذاك الطفل نحميوه من السمنه باننا نعطيوه رضاعه طبيعيه على الاقل يعني 6 شهور، وعلاش لا لمده 2 سنين. الوقت ديال التنويع الغذائي لازم يكون التنويع الغذائي بطريقه اللي هي مضبوطه ومدروسه واغذيه طبيعيه وبكميات يعني جيده. كذلك يمكن لنا نتفادوا السمنة عند الأطفال بأننا نحيدوا لهم نهائيا السكر، فبزاف ديال الأمهات والأباء كيظنوا أنهم إلا زولنا السكر من النظام الغذائي ديال الأطفال هادشي غادي يأثر على صحتهم، في حين أنه غيكون من صالح الطفل أننا نحيدوا له السكر من التغذية ديالو، غادي يستفد من الأغذية اللي تياكلها، غادي يقدر ينفتح لأغذية أخرى وتكون عنده شهية باش ياكل أنواع أخرى من الأغذية الطبيعية. كذلك المسألة اللي هي مهمة هو أننا ناكلوا مكلة ديال الدار، وماكلة الدار صحية، لأن ماشي أي ماكلة ديال الدار كتكون صحية. أحيانا الأم كتبالغ في أنها تحضر شهيوات وتعطي للطفل ديالها وتحضر عصائر وغيرها، في حين أن الطفل كيحتاج لماكلة ديال الدار اللي تكون صحية، تكون أساسها خضار، ما تكونش فيها مقليات، ماشي الحاجة اللي بغاها الطفل هي اللي غنعطيها ليه، الحاجة اللي مزيانة لصحته هي اللي غادي نعطيها ليه. وأيضا ما ناخدوش للفاست فود، ما نولفوش الطفل انه ياكل على برا لي فاست فود الاغذيه السريعه التحضير، لان هذيك من اول المسببات ديال زياده الوزن. نصيحة
نصيحة اليوم للأباء والأمهات هو أنهم يعتنيوا بصحة الطفل ديالهم وبالتغذية ديالو، بحال اللي كيختاروا نوعية الدراسة ولا المدرسة اللي غيختاروا، نوعية اللباس، نوعية يعني الألعاب اللي غيشريو ليه. خصهم يختاروا بعناية نوعية الأكل اللي غادي يعطيو لهذاك الطفل، لأن الأكل ديالو هو صحته المستقبلية. وأيضا إلى عطينا الطفل نظام غذائي صحي فما معناتش أننا كنحرموا هذاك الطفل، بالعكس حنا كنعطيوه الحاجة اللي غادي تفيده.